السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا أخواتي في الله؟ إن شاء الله تكونوا بالصحة والسلام. النهاردة مع فائدة جديدة بفضل الله، فائدة عن كشف الدفائن والكنوز. ولكن قبل ما نبدأ لا تنسوا الاشتراك بالقناة. سوف أشرح قدامكم الطلسم الآن وسوف أكتبه. تكتب هذا الطلسم الذي سوف أكتبه بفضل الله في خرقة بيضاء، في قماشة بيضاء. تكتب في قماشة بيضاء وتضع فيها تراب من المكان الذي تريد الكشف عنه. تجيب شوية تراب من المكان الذي تريد الكشف عنه وتضعه في الخرقة البيضاء أو القماشة البيضاء. سوف أكتب أمامكم الطلسم الذي تكتبه في القماشة البيضاء وتقطعه فيها بفضل الله. اكتب هذا الطلسم في خرقة بيضاء، قماشة بيضاء، وتكتب وتضع فيها شيء من التراب الذي تريد الكشف عنه وتضعها تحت رأسك انت ونايم، وسوف ترى بفضل الله ماذا تريد الكشف عنه. تكتب هذا الطلسم يا أخواتي الأفاضل في قماشة بيضاء وتضع معها شيء من التراب الذي تريد الكشف عنه، إن كان فيها كنز بفضل الله أو لا، أو على بعد مسافة كام إن شاء الله يأتي لك في المنام
خادما هذا الأسماء يعرفك إن كان في بيتك فيه كنز أم لا، أو فيه على بعد مسافة كام بفضل الله سوف يعرفك بفضل هذه الأسماء. الآن تكتب هذا الطلسم وتضع فيه شيء من التراب وتضعه تحت رأسك بفضل الله وتنام، وفي المنام بفضل الله سوف يأتيك، إما أتاك في الليلة الأولى سوف يأتيك في الثانية أو في الليلة الثالثة بفضل الله. له سر عظيم هذه فائدة اليوم.